بيكي جدا يا دكتور. صباح الخيرات يا دكتورة نادية، على حضرتك وعلى مستمعينك الكرام. صباح الفل عليك يا دكتور. ايه الكبار في عالم المنصات الاجتماعية دي؟ ايه العالم اللي خطفنا ده؟ هو عالم خطفنا على سهل، بس كل الفكرة ان احنا فوقنا له متأخر. فوقنا له متأخر؟ فوقنا له متأخر. بعد ايه؟ يعني بعد ما حصل ايه؟ بعد بقى ما كان في اوقات كتيرة من المستوى الثقافي منخفض، المستوى المعلوماتي حتى، مش الثقافي بقى، مش هنتكلم في الثقافة وحاجات ثقافتين، لا احنا بنتكلم في المعلومات. ولا كان حسن النية عالي جدا عندنا في البداية؟ لا، هو في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما ينفعش حسن النية. ما ينفعش فيه حسن النية. ليه بقى؟ لعدة أسباب. لأن التكنولوجيا، نفس التكنولوجيا اللي بتستخدم استخدام سلمي بيتم استخدامها استخدام آخر واستخدام غير سلمي. يعني الموبايل اللي حضرتك بتتكلمي فيه عشان تطمني على الولاد وهم يطمنوا عليكي وعلى حبايبك، بيتم استخدامه في جهات معينة للتجسس. طبعا. فبالتالي التكنولوجيا في حد ذاتها ملهاش وجه واحد. فبالتالي احنا لما نيجي نتعامل معاها ما ينفعش نتعامل معاها على انها تكنولوجيا طيبة. مفيش تكنولوجيا طيبة. مفيش تكنولوجيا طيبة، كلها شريرة. مفيش تكنولوجيا طيبة، لان هي وسيلة زي فلوس كده. يا اما هاخد الفلوس اشتري بيها حاجة فيها نفع، اما هاخد الفلوس اشتري بيها حاجة فيها ضرر. تمام. يبقى هي وسيله لا يطلق عليها صفه، الصفه بالضبط بتيجي من الاستخدام. بالضبط. زي ما حضرتك بتقول، وزي ما في دول بتستخدمها علشان يكون في شويه رفاهيه شويه تسليه، في دول تانية بتستخدمها عشان ترتقي وتتقدم وتبقى هي الرائده في المجال ده، واحنا نمشي وراها او نمشي على خطاها. طيب دلوقتي انا يعني انتبهت لطريقة استخدامي ومش عايز أبقى عندي حسن نية وطيبة مفرطة كده وأنا بستخدم المنصات دي، أول خطوة أعملها إيه؟ هقول لحضرتك على حاجة، كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي هناخدهم واحدة واحدة. يعني مبدئيا الفيسبوك هو الأكثر شعبية في مصر وأكثر استخداما على فكرة. ده ليه؟ لأن الفيسبوك ارتبط بتطورات سياسية معينة. لو نفتكر كده سنة 2010 ثورة 25 يناير. يعني هو مهد ل 25 يناير في 2011 بدأت بالضبط. الفيسبوك ده كل الناس، معظم الناس يعني. هي بدأ على 2000 من 2010 على السوشيال ميديا. بدينا بقى ناخد الأخبار بتاعة الربيع العربي. لغاية ما وصل لنا احنا 2011. أيوه تمام. يعني احنا بادئين قبل الثورة بتاعتنا بسنة. قبل الواقع الفعلي ما يحصل فيه حراك، حصل حراك على السوشيال ميديا. كنا بنتفرج على الفيسبوك للأول مرة. فما كناش متخيلين ان هو عنده القوة دي. بس برضو علشان خاطر اكون صريحة مع حضرتك ومع السادة المستمعين، هي مش عصا سحرية. هي ممكن تيجي في توقيت معين بعوامل معينة على الأرض، على الأرض بقى مش على الفيسبوك، تؤدي للثورة زي الثورة اللي حصلت دي. بس مش ممكن بكل حال من الاحوال انها تكون الاداه اللي تحدث الثوره. يعني هي مش اداه الوحيده لاحداث الثوره. يعني لازم تلاقي مساعدة. ارض واقعيه خصبه. بالضبط. عشان كده كل ما زاد وعينا كل ما بقينا الارض الصلبه اللي تقدر توعي. لان هو زي ما قلت لحضرتك اكثر شعبيه. اكثر استخدام. الاليات بتاعه استخدام الفيسبوك نفسه بتسمح للمثقف والغير مثقف، متعلم والغير متعلم، ان هو يتفاعل على المنصه دي. طيب استخدمه صح ازاي؟ استخدام الصح بيكون بقدر من الوعي. غير بقى قدر من الوعي، كل نسخه من النسخ المحدثه للفيسبوك بيبقى ليها حاجه اسمها برايفت سيتنج او سياسه خصوصيه. المفروض ان احنا لو عندنا نسبه من الوعي ندخل نقرا كل بند من البنود دي. احنا عندنا مشكله رهيبه، احنا حتى مش في منصات التواصل الاجتماعي، احنا اي ابلكيشن بننزله سواء على التليفون او على التابلت او على الكمبيوتر بندوس اجري في اقل من ثانيه. موافق من ده، احنا حتى بالضبط. حتى على الاوراق الرسميه، لا ده الاوراق المستندات الورقيه بنوقع من غير ما نقرا. بالظبط، ودي كارثه.
لان زي ما قلت لحضرتك في اول الكلام هو داخل بشروط وانت قدامك حاجه من اتنين، يا يعني تدخل الشروط دي وتوافق عليها كليا، يا يعني اما ترفضها او ما تقبل جزء او ترفض جزء، بس لازم يكون ليا كيان. انما اتعامل مع المنصه بشروطها هي ببنودها هي، اذا انت اللي هتتسبب في اي اذى. وكمان ما صدقش بقى كل حاجة وساهم في الشير وساهم في التعليق وساهم في التفاعل، أي تفاعل هو مكسب للطرف اللي حط البوست بتاعه. ولو نفترض إن مفيش أغراض من ورا البوست، هنفترض كده وده ودي مش حقيقي، إحنا بنساهم بشكل أو بآخر بإن إحنا نوصل معلومات عن أي جهة تانية عن نفسنا. يعني حضرتك دلوقتي هما بيقروا الحالة المزاجية العامة للشعوب ازاي؟ بالبوست بتاعت افرادها طبعا على التواصل الاجتماعي. طبعا يقدر يقول ان احنا في عندنا حالة من حالات الاحباط، او ان احنا في عندنا امل، في عندنا احنا بنتقري حتى بالايموجي اللي هو الرموز التعبيرية. طب هل احنا ممكن نغير اساليبنا؟ احنا معروف عننا ان احنا يعني بنحب نهزر، الكوميكس ده حاجة الخبر بيبقى لسه بيتذاع وتلاقي كمية النكت اللي اتعملت في ثانية على هذا الخبر بقت منتشرة أكتر من الخبر نفسه، ده في ناس بتعرف الأخبار من النكت اللي عليها. ما هي دي ملهاش علاقة بمنصات التواصل قد ما ليها علاقة بطبيعة الشعب المصري. إحنا شعب ساخر، إحنا شعب المركز الأول من حيث الشعوب الساخرة. إحنا لو ما لقيناش حاجة نضحك عليها بنضحك على نفسنا. طب ده ايه يعني؟ هل ممكن مخاطر السوشيال ميديا تخلينا نغير طباعنا، ولا لا. هنستخدم طباعنا استخدام افضل على المدى هو حضرتك اللبس اللي بنلبسه واحنا خارجين زي اللبس اللي بنلبسه في البيت؟ لا طبعا. احنا عارفين ايه الضوابط اللي بنلبسها واحنا خارجين وايه الضوابط احنا لابسينها في البيت. نفس الحكايه انا لما اكون قاعد مع الناس الكلوز ليا، قاعدين بقى قاعده حقيقيه في نادي في شغل، بنتكلم براحتنا. اما اجي اخرج على الفيسبوك لازم البس لبس الفيسبوك، او اتعامل نفس التعامل بتاع الفيسبوك. فبالتالي ما وصلش معلومات زياده عن نفسي واطلع نفسي بالشكل اللي انا عايزه اطلع نفسي. يعني ضوابط دكتوره نادي. صحيح، ما فيش حد فينا بيمشي في الحياه كده من غير ما يبقى عارف انا هقف هنا هتحرك هنا وهمشي هنا. لو حضرتك ماشيه بالعربيه لازم تبقى عارفه انت رايحه فين. صحيح، نفس الحكايه الفيسبوك ليه تاثير كبير جدا. فبالتالي كل ما حد من المختصين في مجال الاعلام الجديد يكون الاهتمام الاكبر منصب عليه، لانه هو اكثر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي استخداما في مصر. يلي في ذلك الانستجرام، وطبعا في فروق بينهم. الفيسبوك ليه واخد شعبيته؟ لانه هو بيسمح بالمشاركه بكل اشكال المشاركه. اقدر اشارك بفيديو، اقدر اشارك بصوره، اقدر اشارك ببوست، اقدر اشارك ان انا اطلع لايف من مكاني. مدي امكانيات متنوعه، كاني عندي راديو وتلفزيون وصحافه وكله كل حاجه. الانستجرام بيساعد ان هو يشارك، او النمطيه بتاعته شغاله على مشاركه الصور. مؤخرا دخلوا الفيديوهات القصيره. لينكد ان يعتبر اكتر حاجه في مواقع التواصل الاجتماعي رسميه. فالناس اللي بتحب تشتغل، يعني ما بتحبش تدخل للشات فور شات، او ان هو يدخل الدردشه بس عشان خاطر يعمل حياه اجتماعيه او تكريه، يدخل اكتر على لينكد ان. التطبيق ده ليه التطبيق ده؟ لان التطبيق ده فعلا في حاجات هتلاقيها مهمه في مجالك. هو كمان بدأ يعمل مؤشرات لسوق العمل، انت بتشوف ايه المطلوب فبتأهل نفسك ليه. وغير كده ان انت طول ما انت موجود عليه انت يا بتعمل حاجة مفيدة، يا بتاخد خبرة، يا بتساعد في حاجة. يعني انا كان نفسي ان كل تطبيقات اللينكد ان تكون موجودة على الفيسبوك. وعلى الرغم على فكرة ان جزء كبير جدا من الكورسات اونلاين او الخبرات او الدورات او التعليم الذاتي موجود على الفيسبوك، بس مش ده اللي غالب عليه. اللي غالب في استخدامه، يعني لو حضرتك مثلا شفتي اخر احصائيه طالعه على البوابه الرقميه المصريه،
طلع لي في 80% من الوقت اللي بيتم تقضيه على الفيسبوك الوقت ده بيكون انترتينمنت فقط. 80% يعني من وقتنا على الفيسبوك تسلية. تسلية بقى.